لغوي عندنا في اللغة في سياق الكلام وسياق المقام. نعم. أرى أن سياق المقام مع فضيلتكم تأثر إيجابياً وأنت تتكلم عن الصحابة، هل تحبهم؟ أنا أحب الصحابة حبا لا يعلم قدره إلا من رزقنيه. الله الله، وحيك على هذه الجملة. الله سبحانه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فحب الصحابة، اسمع العبارة دي أذكر حمد. نعم. وانت تستخرج مني والله ما لم يكن في ذهني. فضلتك بحر زاخر مولاي. الله يسترنا واياك. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. لا، مرة ثانية، ده كلام خطير جدا. مرة ثانية، معتقد أهل السنة. الله أكبر. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. نعم. وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في الآية ابتداء الصحابة. لسنا نحن الصحابة ابتداء. لا. وعلى دربهم من سار. ومن سار على دربهم. وعلى دربهم من سار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله الله أكبر جهنم. جهنم. ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالصحابة الذي شهد لهم بالإيمان هو الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك هم المؤمنون حقا. يجب على كل مؤمن ذاق حلاوة الإيمان وطعمه وأشرق على قلبه نوره أن يتأدب في حضرة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع مني هذه الجملة دكتور محمد. أولئك قوم حطوا رحالهم في الجنة. يا الله، هل على هذا من دليل؟ أدلة. دليل ويكفي. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هكذا في الصحيحين. نعم. أبو بكر في الجنة. الله عليه. عمر رضوان في الجنة. عليه رضوان الله. عثمان في الجنة. عليه رضوان الله. علي بن أبي طالب في الجنة. عليه رضوان الله. طلحة بن عبيد الله في الجنة. الله. عبد الرحمن بن عوف في الجنة. الله. وذكر العشرة. جزاك الله خيرا. دليل صريح واضح. جزاك الله خيرا.